جيمات كومة حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك، حياتك صح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتنا لكل مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. مساء الخير وصباح الخير وكل الحاجات الجميله دي. دايما الوقت دوت في ناس بتبدا لسه يومها، وفي ناس بتكون في نص اليوم، وفي ناس بتكون خلصت شغلها حقيقه، يعني كل الطوائف. المهم ان احنا بنمسي ونصبح ونعمل كل الحاجات الحلوه، وبتمنى ان تكونوا في احسن حال، وبتمنى ان تكونوا متابعين البرنامج كل يوم ثلاثه. احنا موجودين معاكم في حلقه مختلفه من حياتك صح من 3 ل 5 على الهواء. معاكم جيهان عبد الله، ببعت لكم تحيات كتيره كتيره كبيره، وبتمنى دايما انا وانتم والمستمعين واللي سامعين واللي عارفين واللي جايين واللي رايحين يكونوا بخير. وهدفنا في كل حلقه ان ازاي نحسن من نفسنا بجميع الاشكال وفي جميع المجالات. اتكلمنا كتير في حلقات فاتت من حياتك صح عن التجميل الجراحي، وما زال برضو الموضوع كبير، وما زال برضو هيستحمل حلقات تانية جاية كتير. لكن يعني الشائع المعروف ان التجميل دايما بيكون جراحة عملية، شد شفط، يعني نقل دهون، حط يعني اختلاف في الاشكال، بس بيكون دايما من خلال غرفة العمليات والجراحة. وده دايما ساعات بيعمل لنا حالة من القلق شوية، ان احنا بقى خايفين، مش عايزين جراحة كاملة، مش عايزين نقط العمليات، مش عايزين تخدير والحاجات دي. ودايما كل همنا ان احنا يبقى جسمنا مظبوط، وزننا مظبوط، شكلنا حلو، عشان اللبس يبقى شكله حلو علينا، عشان صحتنا، عشان نتحرك ببساطة او بسلاسة، يعني بسهولة. فهو الموضوع بيبقى موازنة ما بين الاكل والحركة، ولو في شويه رتوش نقدر نعملها بطريقه غير جراحيه، يا ده تبقى كده احنا وصلنا للحل الامثل اللي احنا كلنا بندور عليه. معظمنا مش عايز يدخل اوضه العمليات، معظمنا عايز بتنظيم الاكل يوصل لشكل مناسب، وفي نفس الوقت لو في اي حاجه مضايقانا او مؤثره على شكلنا ممكن ان احنا نحسنها شويه، نجملها شويه، نقللها شويه بالعلم والتكنولوجيا، ووسائل جديدة كل شوية بتتطور وبتختلف من غير ما نؤدي إلى الجراحة. مش هطول عليك، هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، جزء الأول من الحلقة، وهو إن إزاي إن إحنا نظبط أكلنا، نظبط شكلنا من غير جراحة. وضيفتنا هي الدكتورة هدى حمدي، أخصائية السمنة والنحافة والتغذية والتغذية الرياضية والتجميل غير الجراحي، وده حل سحري. مساء الخير يا دكتورة، زي حضرتك؟ مسائك فل الحمد لله، تمام. شرفتينا ونورتينا، ميرسي جميلة. ازاي ان احنا نقدر نظبط المعادله الجميله دي؟ متهيألي نبدا براس المثلث بقى، وهو الاكل الاول، ان هو ده السبب اللي بيتخنا، او السبب اللي برضو ممكن يظبط لنا شكلنا. بصي، وانتي كلمتي في بوينت انا دايما بقولها للبيشنتس، العيانين، مثلث هو عباره 3 انجلز. ايه ده انا ده جميل بقى. انا هقوم انا بقى دكتوره بقى بقيت دكتوره. هم فعلا يا جيهان هو بيبقى عباره عن 3 انجلز للمثلث ده. بقول لهم الاكل، الشرب، والحركه. مفيش، ما ينفعش انجل منهم تقع مني. لو انجل مثلا بتيجي لي تقول يا دكتور انا مشيت على الدايت، هيك قلت لي طبعا كلمه دايت دي ما بحبش اقولها كتير، وهقول لك بعدين البوينت دي. الاكل اللي قلته لي بس ما بخسش. اول ثلاث اسئله بسالهم قبل ما نتكلم في اي حاجه، مشيتي قد ايه، او لعبت رياضه، طب شربتي الميه اللي قلت لك عليها ولا لا، ولما تكوني جعانه بتعملي ايه؟ دايما بتاكلي ايه بقى لما تكوني جعانه؟ بتاكلي ايه؟ وونس ان انت مشيتي على الخمسه ميلز بتوعك اللي هم 3 مين ميلز، 3 اساسيين و2 سناكس، وفي النص بقول لهم على حاجات معينه يعملوها لو جعانين، نو واي تو جوعي، نو واي. وده تجربه شخصيه معايا انا كمان، يعني كلنا بنتخن وكلنا بنخس، كلنا بعد اولاد جسمنا بيبوظ، بعد الكورونا كله جسمه باظ بسبب الكورتيزونات اللي خدناها والادويه والحاجات دي. الموضوع سهل، والقعده في البيت وقله الحركه والقعده في البيت كتير. بصي كلنا كنا عايشين حياه هيلثي على فكره، وقت ما قعدنا في البيت كله بقى ينزل يتمشى، حسينا ان التمشيه، تحسي حياتك اختلفت لما نزلتي اتمشيتي. انا مش بطلب ان احنا نروح بقى جيم كل يوم ونقطع نفسنا، لا، 3 ايام. هقولك على حاجة، أنا نفسي كنت زمان لما كنت صغيرة في الجامعة أروح وأعمل وأروح الجيم وكده. هقولك على مفاجأة، أنا الدكتورة هدى دي خارجة من ثانوية عامة 120 كيلو. 120 كيلو باكل وبذاكر، انا عاشقه للمذاكره. تخنتي بقى. وطبعا في سننا ساعتها موضوع الخروج والحاجات دي، وعيلتي بابا وماما الله يرحمهم كانوا متحفظين شويه، ما عندنا موضوع الخروج مش كتير. مع ماما وبابا على طول، عايزه بذاكر وباكل. دخلت الجامعه لقيت نفسي 120 كيلو، مين دي؟ فهماني؟ وطبعا بصيت لنفسي وعدت حساباتي مع نفسي بقى. اعمل ايه؟ لجأت لحد متخصص شاطر وقال لي 1 2 3،
قال لي عادة تقفي على رجلك وتبقي صحية حتى لو عندك 70 سنة. العبي رياضة، اتمشي، كلي صح، وشربي مية. وعلى فكرة اتعلمت منه كتير، يعني هو اللي علمني بعد كده زي امشي حياتي صح، وشجعني اشتغل في المجال ده. موضوع سهل وسو سيمبل، ان انا اتمشى ساعة، الموضوع المشي ما فيهاش مشكلة. بقول لهم لو مش قادرة تتمشي في الشارع، في حاجات كتير قوي اونلاين ممكن نعملها ات هوم وسهله وبالمنزل، واقول لها افتحي كذا واعملي كذا. الموضوع بس نحطه في دماغنا، او ابص لنفسي واثق في نفسي واحب نفسي. عارفه الشخص لو حب نفسه هيعرف يعمل كل حاجه، بيتظبط الحاله النفسيه، فبتاثر برضو على. بصي بيجي لي كتير في العياده ونفسيتهم تعبانه، اللي جوزها بيقول لها شكلك وحش وبص لنفسك في المرايه، واللي ولادها بيتنمروا عليها، اللي المجتمع بيتنمر عليها عشان هي مثلا في اريا معينه في شغلها ولازم يبقى جسمها كويس. التنمر ده بيزود النيجاتيف انرجي جوه الشخص وبيخليه ياكل اكتر. تخيلي يعني انا بتجي لي واحده تقول لي انا باكل عندن في جوزي عشان بي والله تخيلي، اقول لها لا، بتضر صحتها بتضر نفسها. طب يعني في الاخر حرام، هو يعني حواليها نيجاتيف انرجي من كل حته ومحدش بيشجعها. انا نفسي مريت بظروف معينه في حياتي وكانت كلها نيجاتيف. بصي كنت كارهه بقى جيم ولا اعمل رياضه، وكنت بس طبعا بعد كده فوق بقى الواحد بيفوق نفسه يقول لا ابص احب نفسي. اي شخص بيجي لي يقول لي يا دكتور انا شكلي وحش مثلا، واحد بيجي لي يقول لي انا بشتغل شيف وبطني مضايقاني قوي في الشغل وزمايلي في الشغل كلهم اجانب وبيتريقوا عليا، قلت له انا عايزاك تبص في المرايه تحب نفسك الأول. حتى وهو اوفر ويت يحب طبعًا نفسه، حتى بشكله الاوفر ويت دوت يحب نفسه من يغير من نفسه. جيهان فاهمه قصدي؟ انت تحب الانترنال بتاعك الداخلي بتاعك، يعني مين جيهان من جوه، مين هدى من جوه، احبها. وبعد ما احبها خلاص بقى انا يعني بحبها، ابص لنفسي اقول لا اللي انا فيه ده مش صح. مثلا ناس تقول لي انا بحس ان ركبي وجعاني ومش قادر امشي، عشان احنا معودناش نفسنا على الحياه الصحيه من الاول. امشي اول اسبوع اسبوعين بقوا صعبين شويه، بس وانس بداتي تدخلي في الموضوع وتلعبي الرياضه بتاعتك في البيت في الجيم، تتمشي، تاكلي صح، بتحبي نفسك بعد كده. رحت الجيم بقى طبعا، بصي انا بقالي سنين ما بروحش طبعا، ظروفي والجواز والعياده وكده. رحت للكابتن فبتقول لي بصي لازم تثقي في نفسك الاول وهنوصل اللي انت عايزاه. قلت لها انا زمان طبعا لما بدات تشتغل معايا وتلاقيني شاطره، قلت لها هو في لسه بواقي من زمان شويه، دلوقتي لا اتشجعت. مشوار الجيم كان تقيل على قلبي الاول، بقول لها يعني اول حاجه في بدايتها بتكون صعبه، الخطوه الاولى دايما صعبه، وهي تكلمني يلا تعالي، اقول لها اصل عندي العياده، اصل مش عارف ايه، فاهمه؟ لا رتبي ورقك، اقعدي الصبح كده رتبي اوراقك، انا الوقت ده هطبخ فيه، الوقت ده هعمل فيه، الوقت ده عندي فيه شغل. واللي بيشتغل على فكره بيبقى بيعرف ينظم وقته اكتر من اللي بيقعد في البيت. تخيلي اللي عارف بينظم نفسه، دي حقيقه. اللي قاعد في البيت برضو يقدر يعمل يعني حاجات كتير، قاعد في البيت بيقعد يقول كل شويه كمان شويه حاضر، طب لما اقوم، طب لما يعني والقعدة في بيروح. البيت بتدي نيجاتيف انرجي كمان، ان انا طب انام شويه، طب اتفرج على المسلسل ده، طب مش عارفه، طب ما اقوم اخترع حاجه في الاكل اعملها. لا عندنا وقت، في وقت ممكن نعمل حاجات كتير قوي. طب هتوعدينا بقى انك بعد الفاصل تقولي لنا تنظيم، مش عايزه اقول كلمه دايت، نظام غذائي يعني، انا بسميهاش دايت، طب بسميها ايه؟ اقول هيلثي لايف ستايل، حياه صحيه يعني. لا الشيء اللي هناكله، الروشته اللي هناكلها، الاكل الصحي. طب بعد الفاصل نشوف روشته اكل صحي دكتوره هدى. طب يعني ابعتوا لنا اسئلتكم على الواتساب على 0155951006 لو حابين اي حاجه بخصوص التغذيه، الرياضه، والتجميل الغير جراحي، شاركوا معنا وابعتوه على الواتساب. مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين مع دكتوره هدى حمدي، اخصائيه السمنه والنحافه والتغذيه الرياضيه والتجميل غير الجراحي. وكنا قلنا قبل الفاصل انها هتقول لنا دلوقتي روشتة دايت، روشتة غذائيه او اسلوب غذائي سليم يساعدنا ان احنا نخس او نفقد الوزن. تنصحينا بايه دكتوره؟ انصح الاول ان انا اظبط نومي، لازم ده اي بي سي اي دايت صح. اظبط نومي ماكسيمم حتى لو انام 6 ساعات، ما اسهرش، السهر ده غلط خالص، بيلخبط في الحرق، وما اصحاش متاخر. اوكي طيب، انا صحيت الصبح، اشرب الصبح اول ما اصحى كوبايه ميه، ميه دافيه، مش هنقول بقى معلقه العسل والليمون، ان في ناس كتير بيشتكوا في معدتهم، فانا هقول نصحى الصبح كوبايه ميه دافيه عاديه خالص.
وبعدها اشرب كوبايتين ميه. ايه لازمه الميه الصبح؟ ان انا بعمل ديتوكس لجسمي، ان انا بنضف ميه وبعديها كوبايتين ميه، يعني ابدا الاول بواحده دافيه شويه وبعد كده اشرب كوبايتين عاديين واتافر بقى ساقعه او كده، لان انا ببدا اهيئ معدتي ان انا صحيت والحرق يبدا يشتغل، وفي نفس الوقت بعمل ووشنج، بعمل غسيل للسموم اللي في جسمي، بغذي جسمي بالميه. شعرك عايز ميه، بشرتك عايزه ميه، والحرق بتاعك عايز ميه، ده اهم حاجه. طيب بعد كده ما حدش يقول لي انا بنزل من البيت من غير ما افطر. الماكسيمم تايم للفطار هو الساعه 10، بعد 10 لا، يعني افطر في الوقت ده عشان الحرق يشتغل. لو بعد الساعه 10 ما افطرش هلا هتاكلي، بس ما تطلبيش مني ان انت تنزلي بطريقه صح. يعني ماكسيمم 11، يعني لو انا خلاص بقى. في ناس تقول لي ما بقدرش افطر الصبح. طب ناخد فطارنا معانا لو انا بشتغل، وافطر مثلا 9 10 في بريك بتاع الشغل بتاعي وافطر. كميه النشويات في الاكل بتختلف شويه من وزن لوزن. يعني انا هتكلم مثلا، لو انا هتكلم عن حد وزنه 80 مثلا، 80 85، انا بحاول ما ازودش النشويات وما اقللهاش. يعني في ناس تيجي تقول لي انا عامله دايت بقالي شهر ولغي الرز والعيش والمكرونه، لا ده غلط. حتى لو وزني كام ما الغيش الحاجات دي، الدكتور عارف هو هيديك قد ايه. طبعا طبيعي انا بعمل حاجه اسمها ان بودي لاي حد بيبقى عايز يظبط جسمه، شوف نسبه العضلات، نسبه الميه، نسبه الدهون اللي في جسمه، جسمه محتاج ايه. في ناس بيبقى محتاج ان انا ازود عضلاتها قوي، ومعظم اللي جولي كانوا كده، حتى لو ناس رياضيه بلاقيهم العضلات عندهم نسبتها وحشه قوي. فالنشويات مع البروتينز بتظبط الحاجات دي. يعني المهم النشويات لتظبيط العضلات. طبعا بتغذي، وخاصه لو انا بلعب رياضه مثلا لازم اكل نشويات وبروتين بعد التمرين. دي ليها حاجه تانية بقى، سكه تانية خالص. يعني الرياضيين دول بظبط لهم اكل بطريقه معينه خالص. طب انا لو عايزه واحده عاديه وعايزه تظبط اكلها، او واحد عادي عايز يخس، زي ما قلت لك فطار يبقى لازم يكون فيه بروتين اللي هو العادي، يا بيض يا فول يا جبنه. اعمل معاهم بقى طبق السلطه بتاعي الصحي الجميل، ومعاهم لو انا هاخد معاهم ربع رغيف بلدي. ناس تقول لي انا بحب العيش السن، ممكن رغيف سن مش مشكله. دي بدايتي. الفطار بقى هيقفل معاكي، هيشبعك وهيحرك الحرق. الشخص اللي بينزل مش فاطر الصبح وهيتغدى لسه الساعه 2، انا حرقي ما اشتغلش، هعمل كريفنج، هبقى جعانه قوي فهاكل بنهم بقى بعد كده. لكن انا كده بظبط معدتي، انا بقول انا باكل فالحرق بتاعي بيشتغل، وكل ما كان بدري كل ما كان احسن. بعد الفطار بساعتين اخد لي سناك. السناك دي ممكن تبقى ثمره فاكهه، ممكن تبقى شويه مكسرات، بس تكون المكسرات دي النطس تكون نيه، ما تكونش متحمصه. عندك بقى انواع كتير، كاجو، لوز، عين جمل، الحاجات دي، بس مبقاش مشكل منهم. انا باخد على قد كفه ايديا، كل شخص بيختلف عن التاني. هنقول ماكسيمم 12 حبايه مثلا من المكسرات اخدها خلاص. بعدها بساعتين اخد سناك تاني. بصي يعني انت كل ساعتين ما تقعديش نفسك جعانه. لو انا ما اكلتش الفاكهه واخدت النطس، اخد صمت الفاكهه بتاعتي اكلها. الغدا بتاعي مثلا يبقى الساعه 2، احنا عايزين نقول الغدا يبقى من ستارتنج مثلا من 1 ماكسيمم 5، في ناس تقول لي 6 عشان ظروف شغلهم، ماشي. بس لو انا هتغدى 6 اعمل حسابي ان انا كل، عارفه مثلا لو اتغدى لو اكلت مثلا 11 وهاكل 6، لا ما اقعدش كل ده فما اكلش، يبقى في 2 سناك في النص بقى. بالظبط كده هيبقوا 2 بالظبط. يعني هما ساعتين 3، ما يعدوش اكتر من ساعتين 3 عشان ما تبداش بالظبط، عشان ما اجوعش واروح عامله برضو نهم اكتر على الاكل. طيب انا بنصح دايما لو انا طبيعه شغلي برجع متاخر بالشغل، لو انا يعني باكل نشويات كتير بالليل، اقلل بقى النشويات بتاعه الغداء. لو انا هتغدى 6 7 دي ما اكلش بقى. لو انا قايله لك 5 معالق رز، لا خليهم 3 مع البروتين وطبق السلطه. البروتين ده ممكن يبقى بيض، فول، فراخ، سمك، اللي انت عايزه. انا ساعات بديهم كشري كمان. كشري عندي سهل جدا وبيتاخد في الدايت. بس بيتاخد لا، ما انت لو اكلتي بقى كتير مكرونه ورز وحاجات كلي، ما انت مطلوب منك نشويات ومطلوب منك بروتينز. انت عندك بروتين نباتي وعندك النشويات. هما 8 معالق الطبق بتاعك وعليه الصلصه، 8 معالق مش 3 علب مش علبتين كماله. اوكي طيب. بس انت بقى تعملي ايه؟ خليكي شاطره وانت بتاكلي. اجيب الكشري ومعاه طبق سلطه حلو ملون بقى كده، وجرجير وبصل اخضر، واحط ليمون على الكشري بتاعي. ما احطش البصل اللي هو متحمر، ليمون عادي. ليه؟ الليمون بيفرق جامد في الابزوربشن، في امتصاص النشويات والحرق وكده. مش لكن مش بيخس يعني. طبعا الليمون ده رائع، بس انا ما بحبش استرس عليه، لان كتير بيعملوا ابيوز للليمون، بيكتوب بكتير قوي وبيعملوا يعني مش عايز اقول لك بيحرقوا معدتهم. يعني انا الليمون بنصح بيه طبعا. طبعا ميه الديتوكس دي اللي رائعه، اللي المفروض لو نعملها على طول تبقى جنبي، فيها شرايح ليمون ونعناع وتفاح مثلا او حاجه. دي ميتي اللي هي ديتوكس، اسمها ميه الديتوكس. ادي اتكلمنا على الغدا. العشاء بقى في طبعا برضو فاريبل بتختلف من شخص للتاني. في حد اقول له تاخد علبه زبادي بالليل وتنام، وفي حد اقول له لازم تاكل بالليل.
لو هو بالليل كريفنج للاكل وبيسهر قوي ما اقدرش اقول له علبه زبادي يفضل قاعد لغايه الساعه 2 قدام التلفزيون. لا، كل بروتين وسلطه، ما تاكلش نشويات بالليل. لان اصلا البروتين اللي باكله والسلطه اللي باكلها والخضار فيهم نسبه نشويات. خد لك طبق سلطه، اعمل لك اي حاجه باقيه من الاكل، فراخ، سمك، لحمه، فول، بيض، جبنه، اللي انت عايزه، تونه، وطبق سلطه واكلهم. طب قاعده وسهرانه قدام التلفزيون اعمل حبه فشار، بقى بيجوع اصلا. نعم، فشار، بس فشار فيه كالوريز برضه. هنقول لك على حاجه، كالوريز لو انا زودت الزيت وزودت الملح، انت ليكي، شفتي العلبه بتاعت السينما دي؟ ليكي في اليوم واحده. يا سلام. قسميها تو سناكس بقى، بس طبعا مش العلبه اللارج. الصغيره بس ما كلهاش مره واحده. لا، قسميها على مرتين. شفتي كميه السناكس اللي انت هتاكليها في اليوم؟ يعني انا بقول لهم وانتوا نازلين الصبح اعمل لنفسك لانش بوكس زي ما بتعمل لولادك في المدرسه بالظبط. معاك الميه، معاك وكمان في خيار، لازم يكون معاك خيار ومعاك ميه وفاكهه وفشار ونطس. شوفي كام حاجه هتاخديها معاكي على ما تروحي البيت تتغدي. تيجي بقى تتغدي، مفيش حته النهم بقى بتاعه الاكل والكريفنج ان انا اكل كتير وجعان وهموت من الجوع. تاكلي تاكلي تاكلي. دي حته بقى ايه الزياده في الوزن. انت قلتي لي برضو عايزين نتكلم شويه عن النحافه. بالظبط، جاي لي اسئله هنا بخصوص النحافه. الحقيقه انا مستغربه كتير. انت عندها 19 سنه ونحيفه جدا، ودي اميره عندي 25 سنه ومشكلتي نحافه، ما بحسش بجوع طول اليوم وممكن اكل مره واحده وما بتخنش. ايه دي بقى يعني؟ مش عارفه، ما كتبتش اسمها. منا بتقول ما بتاكلش غير مره واحده في اخر اليوم بس برضه ما بتتخنش، مع ان المفروض ان لما ما افضل طول اليوم ما اكلش واكل مره واحده بالليل، دي حاجه تتخن، صح؟ بصي هقول لك حاجه، اكيد منا سنها صغير 25 اراوند، يعني هم السن الصغنطه دول اللي هم بيقعدوا يسهروا قدام التلفزيون ونومها متلخبط. فبتصحى الساعه كام؟ يعني لو نامت الساعه 2 3 هتصحى لك ثاني يوم الساعه 12، مش صاحيه بقى جعانه على ما تصحى وتفوق تروح وجبه واحده وخلاص، ودي بتقضيها بقيه اليوم. ليه بقى؟ هما مشكله كمان، انا بطلب منهم حاجتين، بسالها سؤال لما بتبقى عندي في العياده، هل انت نفسيا مرتاحه ولا لا؟ ساعات بيبقى عندهم ضغوط نفسيه، الضغط النفسي يا اما يزود في زياده الوزن يا اما يمنع بيخليكي تتسدي عن الاكل خالص. في ناس تقول لك لما بزعل نفسي بتتسد، ساعات بيبقى نفسيتهم تعبانه شويه، فالوجبه دي بالنسبه لها ده كده كتير عليها كمان. الحاجه الثانيه بطلب منهم يعملوا تحاليل معينه للغده الدرقيه وتحليل البراز، ده مهم جدا. ليه بنعمل تحليل البراز ده يا جيهان؟ بيبقى عندنا ديدان من غير ما نحس. في ديدان عايشه في الامعاء بتاعتنا، وفي ديدان بتبقى عايشه معانا، يعني في ديدان بتجوع وديدان بتبقى بتاكل اكلك وديدان بتخليكي ما تبقاش عايزه تاكلي. بتدي النفس اصلا. فاكراها انها بتاخد منك اللي بتسحب منك وخلاص، اكلتي برده بيتحرق، هي ما بتشبعيش. يعني واحد يجي يقول لي على طول جعان يا دكتور، هو ده باكل كتير قوي ما بتخنش. طب ايه حاجه تفتح النفس؟ ايه الاكل اللي يفتح نفس؟ كل الاكل المصري بيفتح النفس. لا هي مش قادره تحط حاجه في بقها، تروح وتشوف، تروح لاقرب دكتور تعرفه وتتعامل معاه. في حاجه، في مشكله عندها، دكتور نفسي ولا دكتور؟ لا، تروح الاول دكتور التغذيه عندها وتشوف. لو هو حس انها محتاجه حد، انا حاولت كذا حد لحد منتال، قلت له بص ظبط نفسك الاول وتعالي لي. يا اما بحاول مثلا لبطنه اقول لهم بصوا ظبطوا المشاكل اللي عندك، ممكن يكون في حاجه في الغده، في حاجه في الامعاء وكده، في الاسطول وكده، بقول لهم لا ظبطوا الدنيا دي تعالي لي. طب ماشي، ناكل ايه عشان ندخل؟ ناكل عشان ندخل كل حاجه. زودي العيش، زودي المكرونه، العسل الاسود، الحاجات دي بتتخن. انت عايز تخن يا جيهان؟ لا مش انا، الحمد لله هم ده بختهم. والله انا بختهم الناس اللي بتقول عندي الحافه دي. انا عارفه ده يفضل ياكل كل الشوكولاته الشوكولاته الشوكولاته. ببقى قاعده في العياده، اللي تيجي تقولي انا عايزه اتخن وجوزي مش عاجبه شكلي، وتيجي تقولي انا عايزه اخس عشان جوزي. طب اعمل ايه؟ لا هو كلمه جوزي مش عارفة. يعني هي المشكله. عارفه بقولها تقسم. هي كلمه جوزي اللي مش حدش عارف حلها لحد دلوقتي. تقولي اصل جوزي انا رفيع قوي ومش عاجباهم في البيت، ولادي بيتريقوا عليا. هي المفروض ترضي نفسها، مش مطلوب منها ترضي الاخرين. دي البوينت. يعني على ما اعتقد انا قلت لك حاجه في الاول كدا. قلت لك حاجه في الاول، حبي نفسك. انا مبسوطه كده خلاص، مش مشكلتي بقى اي حد مبسوط. لا وطبعا اكيد نفسك تبقى جسمك مثلا متناسق شويه وكده، اهدي وهتعرفي تعملي كل اللي انت عايزاه. غيري حياتك. طيب داخله على حامل او احتمال اكون حامل، في دايت معين او حاجه معينه تزيد او تقل في بصي الحمل؟ دايما لما بيقولي الحوامل بقول لهم بس عدي لي اول 3 شهور. اولا مبدئيا الحمل بيسد النفس في الاول، ما حدش بيبقى في اول الحمل بيبقى عايز ياكل طبعا، النوزيا اللي هو الغمامان النفس والحاجات دي وكده. بعد ما بتعدي 3 شهور بنظبط لها اكلها، لو هي اوفر قوي بقول لها نخلي بالنا من النشويات ما نكترهاش وما نحرمهاش. برضو في ناس تيجي لي اصل في دكتور منعني من النشويات خالص وانا حامل، ده غلط. لا، وبعدين بعد ما بنعدي اول 6 شهور ابدا اقول لها تمشي شويه، لو الدكتور بتاعها في النساء قال لها ممكن تتمشي عادي وكل حاجه. كل واحده مختلفه عن الثانيه، لكن ما فيش اللي هو مثلا حاجه في الاول. لا الاول يعني تخلي بالها، يعني بس اكلها العادي يعني. طيب
كلمت في بداية الحلقة انه طبعا احنا كلنا عارفين التجميل الجراحي، وهو ان انا ادخل اعمل عملية شد شفط ايا كان اللي انا داخل اعمله. فممكن بعضنا يكون قلقان شوية من قطة العمليات والبنج والجراحة والكلام ده، فحضرتك تخصصك في التجميل الغير جراحي، عايزين بس نعرف يعني ايه. انا نفسي مش فاهمة ازاي اقدر اعمل تجميل من غير جراحة. بس التجميل غير جراحي بنقسمها لثلاث حاجات، حاجه للشعر، حاجه للبشره، وحاجه للجسم. طبعا اهم حاجه عندي مثلا بتبقى الجسم، بعمل حاجه زي النحت للجسم. يعني ايه نحت للجسم؟ اجهزه مختلفه مع رياضه ومع تظبيط اكل. يعني انا بقول لهم انا مش معايا عصايه سحريه ان انا احولك لواحده تانية، لازم تظبطي نفسك مع الاجهزه اللي بعملها لك، ومع حقن موضعي كمان لتفتيت الدهون. رائع وجميل، وعارفك انا بطبقه على نفسي. انا ما فيش حاجه بعملها عندي غير بطبقها على نفسي الاول عشان ابقى ضامنه المريض او المريضه وصل لها الحاجه الصح اللي هتعرف تطبقها معاه. دي حقنه معينه مثلا، حقن تفتيت ده حقن حقن حسب الحاله. في الدراعات، في البطن، في الجناب، اي منطقه عندنا عايزين نخسسها من الظهر مثلا، في ناس بتشتكي من الظهر ده. انا بقى بشوف هم محتاجين كام حقنه وبظبط الحقن دي، بتجيلي طبعا من شركه معينه بظبطها واحقنها في المنطقه دي عشان. وطبعا اقل حقن مثلا تبقى اربع حقن مثلا في السيشن الواحده، بيجيلي مره في الاسبوع لمده مثلا شهرين ثلاثه حسب الحاله، وبديها الحقن بتاعتها في المنطقه اللي عايزه تخسها مع المقاسات. لازم اخد مقاسات اول سيشن، وكل مثلا اربع سيشنز بناخد المقاسات ووريها المقاسات بتاعتها فرقت ازاي. بتفرق في الشهر مثلا كده، يبقى عملت اربع جلسات صح؟ في ناس ما شاء الله بتفرق معاهم بال 10 سنتي و 16 سنتي و 20 سنتي. انا مش عايز اقول لك 10 سنتي يعني ايه بالنسبه للبيشنت يعني. لا ده كتير طبعا. ده بالنسبه للجسم. طيب بالنسبه للبشره بنعمل ايه؟ احنا طبعا عندنا بنعمل ازاله شعر بالليزر مثلا، حاجات سهله قوي جميله اسمها يعني اجهزه كلها بالكولينج. الناس كانت بتشتكي جدا من حكايه الحرقان بتاع الليزر والحاجات دي. لا الجهاز ده جميل جدا، بيساعد حاجه زي كده. كان بيسبب حروق، ما بقاش دلوقتي بيسبب حروق. بصي هقول لك على حاجه، ستيل لغايه دلوقتي في اماكن بتسبب حروق، لان انا ما مش بعرف اظبط الجهاز صح مع العيان. لازم كل درجه بشره ليها حاجه معينه عشان اعرف اشتغل بيها صح. ولازم يكون بيشتغل يكون بروفيشنال في الجهاز، مش اي حد اشتغل في الجهاز. يعني ممكن اكون مثلا واخد كورس كويس قوي واشتغل بيه مش مشكله، بس اكون متمكن من انا بعمله. الحاجه التانية كمان البشره بنعمل اجهزه حاجات بقى الشد، عارفه اللي هو نحت البشره. واحده تقولي انا عندي مثلا الحته دي الدبل تشين اللي هي اللي بيقولوها الدقن المزدوج، اللي هو يعني عندها زي لغد كده. ايوه اللغد، هم احنا مسمينها كتله دهنيه. أيوة ورا دي بنعمل فيها حقن، بنعمل فيها اجهزه بتشيل بقى الدهون دي بنسبه. بصي انا بقول لهم من 60-70% من غير اي تجميل. الحقن مع الجهاز، وفي ساعات بيحتاجوا الجهاز بس يعني على حسب حسب الحاله. الحاجات مثلا لو انا تيجي تقول لي انا عندي مثلا بشرتي هنا عايزه اشد البشره شويه، بعملها بجهاز برضو بعدد جلسات معين واشوف هي محتاجه ايه. بنعمل حاجه اسمها الديرما بان، ما اعرفش سمعتي عنها ولا لا. هي بس الاجهزه الاولانيه دي بتكون ايه يعني، ليزر برضو ولا بصي اجهزه يعني التخسيس في داخل فيها ليزر وداخل فيها حاجات كلها بالالترا ساوند. طبعا انت عارفه السونار مثلا بتاع النساء. اوكي الجهاز بتاع السونار ده بيبقى فيه الترا ساوند. هي الحاجات تبقى شبهها شويه بس بتبقى اقوى بقى، عشان بشتغل على فاتس، بشتغل على ان انا بعد الحراره اللي خارجه مثلا من الجهاز بيطلع حراره، فهي دي بتفتح. في حاجات بتعمل حراره وفي حاجه بتعمل تبريد. احنا مثلا بنعمل تخسيس بالتبريد كولينج حسب الحاله، كل حاله بعمل معاها ايه. ومثلا كنت هقول لك الحقن برضو نفس القصه مع الاجهزه دي، هو ده اللي عشان كده بقول لك بيحصل تغيير في الشيب بتاع الجسم. فعلا بتختلفي، يعني انت ممكن تكوني خاسه 2 3 كيلو لكن شكلا من بره لا خاسه اكتر من كده. بنحط لك جسمك. كنا بنتكلم على البشره، ما اعرفش سمعتي عن احنا ممكن نخلي البشره بقى بعد الفاصل، لان احنا يعني كده يعني ابتدينا نتكلم في الموضوع. فبرضو التجميل غير جراحي، فلا عندكم منطقه معينه، سؤال معين عن نوع الجهاز، عن فعاليته، المده قبله اعمل ايه، بعده اعمل ايه، ايا كان يعني، ومين الناس اللي ينفع معاهم التجميل غير جراحي ومين اللي ما ينفعش، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. انتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكملين مع دكتورة هدى حمدي أخصائية السمنة والنحافة والتغذية الرياضية والتجميل الغير جراحي، وكلمنا عن الدايت التخسيس ودايت النحافة، وكلمنا عن التجميل الغير جراحي في أجزاء من الجسم. ودلوقتي ممكن نتكلم، هي كانت دكتورة قبل ما نطلع الفاصل كنا هنبدأ نتكلم عن التجميل الغير جراحي في الوجه. بس خليني أشوف الرسائل الجاية. في عايز اعرف اسم الدكتور
الدكتوره دكتوره هدى حمدي والعيادات بتاعتها فين ورقمها لو حضرتك تقدري تكرمي؟ طبعا العياده بتاعتي في التجمع الاول. لو حابه نقول الرقم او هما يعني ايه رايك براحتك انت يا جيهان، او نقول الرقم عادي؟ ايه اسم العياده فين؟ نيولو كلينك، انا مسميها نيولو كلينك حتى لو حابه يدوروا على السوشيال ميديا. دكتوره هدى حمدي الصفحه بتاعتي لو حابين يدوروا باسم عليها. حضرتك ولا اسم العياده؟ لا دكتور هدى حمدي. يدوروا باسم. بالظبط. والعيادات اسمها نيولو كلينك في التجمع، في التجمع الاول. طيب خلاص، يعني هيلاقوا العنوان بالسهل بالظبط على الصفحه عندي كل الـ يعملوا سيرش في التجمع. سني 27، ما باكلش كتير بس بتخن على اقل حاجه. يعني حكايه التخن بس على اقل حاجه عشان ما بعملش اكتيفيتي صح ونومي متلخبط برضه. بصي لازم يكون ده السببين الاساسيين. قله الحركه وقله الميه لخبطه النوم. فايده الميه قلت لك فايده الميه مهمه. مثلا البشره شعر ووش وحرق بتزود والنوم. جدا الحرق والنوم. مش كل الناس عارفه معلومه ان هو لما انام بدري واصحى بدري صحية طبعا. طبعا يعني حاجه صحيه جدا. اوتوماتيك الحرق شغال فول باور، او هو ربنا خلقنا سبحان الله. في حاجه اسمها فجر وحاجه اسمها بالليل. الصبح ده بصحى بدري واشتغل وخلص ورايا، بيجي بالليل ده بتاع الهدوء والنوم، ماكسيمم تايم انام فيه 12. المصريين يعني انت عارفاهم بقى بيبداوا حياتهم بقى من نص الليل والسهر والاكل والقعده الحلوه والكلام ده. طب اجدادنا الفلاحين ما شاء الله، بصي بيصحوا الفجر والساعه 8 7 8 يكونوا نايمين. ده الحياه الصحيه الصح. يا ريتنا زيهم في حاجه. هو احنا كنا عملنا اللي هم عملوه. فأهم حاجة ننام بدري ونصحى بدري يا جماعة. ما تنسوش، يعني بتفتكروا ان المعلومة دي، الناس بتفتكر المعلومة دي معلومة هامشية او يعني عارفة انت حبكاها قوي باش تحبكيها. عن تجارب في العيادة والله يا جماعة، بس هي في الحقيقة مفيدة جدا. بنات بيجولي وبيبقوا متضايقين مني في الاول، احنا ما بنخسش من سبب كده. ظبطي نومك ارجوكي بنفسكم. لو ظبطتوه اسبوع، جربتوا على نفسكم اسبوع، هتلاقوا الفرق مع الدايت الاسبوع ده قد ايه. نتحرك، تضاعف. نمشي حتى المية. مش بقول جيم كل يوم يا ستي، نتحرك، نمشي نص ساعه مشي في الـ في الـ في البلكونه لو كبيره شويه، في الروف لو كبير شويه، في الجنينه ما فيش عندي الكلام ده كله، امشي في الشارع. البس شوز مريحه كده واتمشى في الشارع ده. احنا ما شاء الله الاسواق عندنا كتيره قوي في مصر يعني، والمولات. امشي اتمشى في المول. الموضوع سهل. لو اتكلمنا عن التجميل الغير جراحي للوجه، هو انا على ما اعتقد ان هو يعني الوجه برضو بيبقى معظمه غير جراحي، يعني الجراحة دي بتكون في التدخلات قليلة جدا صح؟ بصي هو في حاجات بتحتاج جراحة قوي، تدخل قوي، وحاجات لا. حاجات مثلا هقولك على مثال للبشرة، لو بنات مثلا بيشتكوا من الحبوب، اثار الحبوب، في اللي هو التصبغات بتاعت الحبوب، وفي الحفر اللي بتبقى موجودة بتاعت الحبوب دي كتير قوي، عشان بنات بيقعدوا يلعبوا في الحبوب دي. او ساعات واحدة تكون وهي صغيرة كانت بتلعب في الحبوب واثرت عليها، بعد كده لما كبرت تحس وشها ندبت مختلف. ندبت. بنعمل شغل حلو قوي مع بالليزر، وبنشتغل بيه كمان بالديرما بان، وفي كمان اجهزة الهايفو اللي هي بتشد وبتظبط، بس كل حالة مختلفة عن التانية. وبتروح بقى فعلا الندبات دي عايزه اقول لك يعني بنسبه 90%. لان انت بتاخدي كورس مكثف بقى، مش واخده بالك منها حتى لو موجود. وبنصور بيفور وافتر ليها عشان تشايفه الفرق قبل ما جات لي كانت عامله ازاي وبعد ما جات لي. وسبحان الله بقى البنات بيبلغوا بعض لما تلاقي فرحانه. طبعا أكيد. انا جات لي بنت وشها كان مبهدل خالص، بقع بتلعب في الحبوب من كتر النرفزه، فبتلعب دقنها هنا مش عايزه اقول لك كان عامله ازاي وشها. اشتغلنا مع بعض سنه بحالها، اختلفت تماما. بس بياخد وقت بقى. هو اخد مننا وقت عشان هي كانت بتروح شويه وتيجي، يعني ما كانتش منتظمه. هو لو 6 شهور وظبطنا نفسنا في الحالات السيفير هتلاقي نفسها واحده تانية خالص. مش محتاجه عمليات قوي ولا حاجه ولا الكلام ده. غير الحبوب والندبه في اي حاجه تانية ممكن تتعمل برضو؟ احنا عايزين طبعا ليزر موجود عندنا. عندي بقى تنظيف عميق للبشره، ده رائع بقى. ده مش عايز اقول لك ده سحر. يعني بيشيل الطبقه معينه من الجلد، الجلد الميت، بيشيل الحاجات البذور السوداء اللي موجوده في الوش، البذور السوداء دي بيظبط الدهون اللي تحت الجلد. بنعمله بطريقه جميله قوي، ومعاه سكرابس ومعاه ماسكات جميله، بتطلع واحده تانية بتبقى فرحانه بوشها. يعني مثلا واحده تيجي تقول لي انا عندي مناسبه بعد اسبوع عايزه وشي يبقى منور كده، تيجي تعمل الجلسه دي بتفرق معاها قوي. لكن بقى الهالات السوداء مثلا والجيوب اللي تحت العين والحاجات وحاجات اخرى بقى، دي الهالات السوداء ممكن بنسبه 50% مع الديرما بان وشغلها معاها، يا اما بنحتاج بقى الحقن البوتوكس او الفيلر. يعني طبعا تحت العين ده بيحتاج فيلر، عندنا في العياده موجود الكلام ده كله، البوتوكس والفيلر وكده. كل حاله بتختلف، يعني لازم الدكتور يشوف الحاله دي محتاجه ايه. هل عايزه حقن البوتوكس او فيلر، او عايزه الشغل العادي بتاعنا الغير جراحي ده بنعمله. طيب كنت سألت حضرتك قبل الفاصل برضو على الجراحة، التجميل غير جراحي للجسم، هل ده ينفع مع أي سن، مع أي وزن، مع أي حد، يعني حالة صحية، يعني في أي معوقات تخليك تقولي لا ده حضرتك ما ينفعش تعمل تجميل غير جراحي للجسم؟ احنا هنتكلم على السن. انا ببدأ مثلا من هنقول من 15 سنة
مش عايزه يعني قبل كده ما بحبش يعني. هو 15 سنه او 16 سنه حلو قوي. طبعا اي نصيحه لاي حد عايز يظبط جسمه ما تجيش تقولي انا عايز اخس الاول بعد كده اظبط جسمه، لا عايزين نمشي كله مع بعض. لو انا هعمل جلسات ما ينفعش اخس الاول وبعد كده بيحصل ترهلات في في العضلات كلنا والجلد. كنا فاكرين الموضوع كده لا انت بتبدا الكورس على بعض مع بعض، اظبط اكلي العب رياضه واشرب ميتي واعمل جلسات لو انا محتاج جلسات في حتت معينه في جسمي مضايقاني وما بتخسش بسهوله معايا، او بعد ما بخس يا دكتور بحس ان فيها ترهلات جامده، ما ده الصح، ده الصح بقى ابدا الجلسات من بدري. يعني اعمل جلساتي مع الحقن التفتيت الدهون وكده عشان انا بعد ما خست مع الرياضه ببص لنفسي ما الاقيش عندي ترهلات جامده. زي ما قلت لك في مثلا ساعات بيعملوا عمليات جراحيه وبيحصل يعني الدكتور مثلا ينسى يقول للمريضه العبي رياضه وانا مع العمليه بعد ما تفوقي من العمليه شويه عشان جسمك يشد بدل ما جسمها يعني يبقى فيه ترهلات. لازم الرياضه ولازم الاجهزه مع تظبيط الاكل. فعلا الحرق بيسن بيسن بيقل مع السن، يعني اللي عنده 40 سنه غير اللي عنده 50، يعني خلاص بدءا من سن 40 بيبتدي الحرق يضعف تماما. هقول لك على حاجه، هي قصه مش من نزول انه بيقل مع الحرق، لا هو مش بيقل، احنا اللي حركتنا بتقل، يعني احنا اللي بنكسل، احنا بنحس ان احنا دخلنا بقى ايه، انا كبرت بقى لسه هنزل اتمشى لسه اروح الجيم لسه مش فاهماني، يعني السن ده بيحسس الواحد ان هو ايه، لا قوم اتحرك وروح الجيم. انا يعني بشوف ناس ما شاء الله عندها 60 سنه و70 سنه وبيخسوا وبيظبطوا نفسهم وبيلعبوا رياضه. هي زي ما قلت لك نفسيا. ايه الليزر الكربوني يا دكتوره؟ ايه الليزر الكربوني يا دكتوره؟ بصي ده عباره عن جهاز بيتعمل بالليزر، ماده بتتحط هي اسمها كربون اللي هو الفحم، بيتحط على البشره وبنعمل بيه ليد تكنيك معين كده عشان ده بيدي نضاره جامده جدا للوش حلو قوي، وبيحفز افراز الكولاجين وبيجدد الخلايا في البشره. رائع يعني ومناسب لاي حد. ده لاي حد ممكن يعمله لاي سن في اي وقت. طيب نصيحه عامه واحنا بقى في فصل الشتاء والدنيا برد، وايه اللي بيحصل في بشره الوش مثلا والايدين والجسم عامه في الشتاء؟ ايه اللي بيحصل؟ ما انا بشرب نفس الميه اللي بشربها مثلا، هنفترض انا بشرب نفس الميه بشربها في الصيف، ايه اللي بيحصل؟ بالعكس، هو المفروض في الشتاء لو انت بتشربي ميه كفايه مع شويه كريمات حلوه كده تدلعي نفسك بالليل بيها كده الدنيا هتبقى زي الفل. ده البشره بتبوظ اكتر في الصيف من الشتاء. يعني لا يعني ساعات بنحس ان في الشتاء نشفت كده جافت، اشرب ميه ادفي نفسي. ساعات ناس بيبقى عندها مشكله يعني ادفي نفسي، يعني مثلا في ناس بيبقى عندها مشكله في الاطراف، لا يعني الاعصاب بتاعت الاطراف كده، لا البس مثلا جوانتي ادفي ايديا شويه عشان برضو ده بيأثر شويه. اشرب ميه كتير على قد ما اقدر، لان احنا في الشتاء برضو ما بنشربش الميه الكفايه، يعني برضو بنقلل شرب الميه على فكره في الشتاء. الناس ما بتعطش، ما تستناش لمرحله ان انا اعطش، جسمك بيبقى عطشان وانت مش عطشان، فاهمة قصدي؟ لكن درجة الحرارة نفسها الخارجية على الجلد أكيد بتأثر عليه ولا؟ يعني الحرارة أكتر الشتاء طبعا برضو. بس أدفي نفسي لو أنا حاسس أن أنا بلاقي أن جلدي بيبقى ناشف شوية في الشتاء أدفي إيديا، يعني ده بيبقى مشكلة في الأوعية الدموية اللي واصلة للإيد بتبقى فيها مشكلة أو الأعصاب فبتأثر على الإيدين شوية ورجلين نفس الكلام. حضرتك عندك برضو بخصوص الأجهزة والتدخل الغير جراحي حاجة لأصحاب المشاكل يعني اللي عندهم مشكلة نحافة، في كرسي علاجي او حاجه لا ملوش دعوه بقى بالاجهزه؟ ده اجهزه لا طبعا. النحافه بطلب منهم التحليل المعين زي ما قلت لك في الاول، وبعدين بقول لهم يلعبوا رياضه عشان الرياضه هتخليهم يجوعوا وخليهم ياكلوا. والرياضه طبعا برضو هتنمي عنده العضلات، يعني بيبقى معظمهم عضلاتهم ضعيفه قوي، دي الرياضه عندهم بتظبط عضلاتهم جامد قوي. لكن طبعا ما تنصحيهمش بقى اكل حلويات كتير والكلام ده لانه هيضر صحتهم بالمنكتين. بصي مش هنقول حلويات قوي، بس ياكلوا كتير حاجات نشويات اكتر، يعني النشويات اكتر هتخنهم اكتر. حلويات هندخل بقى في مشاكل تانية مش عايزين ندخلهم فيها. ازاي اعمل دايت مع الرضاعه وينفع اخد دواء مع الدايت كيميكال حاجه كده؟ وانا والده قيصري من 11 شهر ووزني 84. بصي الرضاعه طبعا ممكن اعمل معاها هيلثي لايف ستايل، ان انا لازم تشرب كمية سوائل، يعني اللي بتيجي تقولي أنا في مرحلة رضاعة دلوقتي بقول لها لازم تشرب، يعني بصي يعني بنسمينها 4 في 4، 4 لتر من 4 حاجات، مية عصاير طبيعية وشوربة ولبن. يعني 4 من كله مجموع مش كل واحد 4. لا ما انا بقول لك، بس انا بسميها عندي 4 في 4 يعني لتر من كله، لتر مية لتر عصاير طبيعية لتر التالت ايه؟ عصاير وحليب طبيعي، حليب طبيعي وشوربة والمية. طيب كلمة سريعة لتساقط الشعر، شعر بيقع فراغات جامدة كتير وخفيف، اعمل ايه؟ عند حضرتك برضو علاج الموضوع ده؟ بنعمل تحليل معين عشان نشوف لو في غدة، في مشكلة في الغدة وصورة الدم وفيتامين د اللي عند كل المصريين بيبقى عنده نقص، ده بيعمل مشكلة في تساقط طبعاً. الشعر طبعا. واشرب مية كتير جدا عشان اغذي شعري واشوف ايه السبب، هل انا الدكتور بقى بيحدد هل في سبب تاني ولا هو دي اسباب معينة دي بتتحل جدا في حقن للشعر كمان.
برضه بيتعالج عند حضرتك. نشكرك يا دكتوره هدى، نورتينا وشرفتينا بجد. انا اكتر والله مبسوطه جدا ان قابلتك، ميرسي جدا يا جميله. هتيجي تاني ولا انت لو عايزيني اجي تاني؟ اكيد عايزينك تبقي دايما موجوده معانا. شكرا ليكي على وجودك معانا النهارده. نشكر الدكتوره هدى حمدي اخصائيه السمنه والنحافه والتغذيه الرياضيه والتجميل غير الجراحي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفقره الاولى وموضوع الفقره الاولى. مكملين معاكم لسه حياتك صح بعد الفصل. انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.